أكد أخصائيون في الجهاز العصبي أن الأهم في التعامل مع مريض الصرع هو عدم الارتباك عند وقوع نوبة الصرع والتعامل مع الحادث بهدوء. هذه التأكيدات جاءت خلال اليوم التوعوي الذي نظم مساء أمس في سوق شرق بمشاركة عدد من المختصين وجمعيات النفع العام. بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين أقيم مساء أمس في سوق شرق يوم توعوي بمرض الصرع تخلله تقديم العديد من الإرشادات المتعلقة بمرض الصرع والتشنجات العصبية. فعاليتنا عبارة عن تعاون ما بين أطباء الأعصاب للأطفال، أطباء الأعصاب الكبار، الأطباء الصيادلة، الممرضات، المختصين بعمل تخطيط الدماغ وجميع ما يخص مرض الصرع. الفعالية تخللها توزيع بروشورات توضيحية لطريقة التعامل مع المرض الذي يؤكد المختصون أن الأهم في التعامل مع المريض المصاب به هو التعامل مع الحادث بهدوء ودون أي ارتباك. أهم شيء أحب أقوله أن إذا شفنا قدامنا أي طفل أو كبير قاعد يتشنج مصاب بالصرع، أهم شيء أن إحنا ما نرتبك وناخذ الموضوع ببساطة ونخلي المريض على جنب ونحمي راسه من أي صدمات أو كدمات قد تؤدي إلى زيادة في المشكلة وإلى إصابة في الدماغ، إصابة في الرأس تفاقم هذه المشكلة. بعد ما نخليه على جنب ونحمي راسه نطلب الإسعاف ونطلب أي مساعدة. في أغلب الأحيان التشنجات تكون قصيرة وتوقف بوحدها وما تحتاج أي تدخل من عندنا، في بعض الأحيان تطول نحتاج نودي إلى الإسعاف، نحتاج نعطي أدوية ثانوية. الفعالية شهدت مشاركة عدد من جمعيات النفع العام التي تأتي مشاركتها تأكيدا على دور هذه الجمعيات في المشاركة بخدمة المجتمع في جميع المجالات. بهذا اليوم يعني طبعا نشارك كخدمة اجتماعية وتنمية اجتماعية ومجتمعية في المجتمع الكويتي بشكل عام لحتى نبين دور صندوق عامة المرضى وإنجازاته وأهدافه.